أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر المديدة أبرزت مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي مرت بها مصر والأمة العربية وحققت فيها مصر معجزة العبور وقال الرئيس السيسي إن مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها وإنما من أجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته تحتفل مصر اليوم بذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة يوم انطلق الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره يوم إثبات مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات الذي قد تمر على أي أمة إن يوم السادس من أكتوبر الذي حققت مصر فيه معجزه العبور كان يوما مقدرا له ان يظل خالدا ليس فقط في وجدان مصر وشعبها وانما في ضمير الامه العربيه باسرها وشعوب العالم المحبه للسلام فمصر لم تحارب فقط دفاعا عن ارضها وانما من اجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته